الصحة والجمال لون جديد للحياة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في قناة الصحة والجمال في برنامج عاقلة ومجنونة هنتكلم ان شاء الله عن أسس التغذية العلاجية، وهنتطرق ان شاء الله في الكلام برضو عن مرض السمنة، وده طبعا يعتبر مرض العصر. لكن خلينا نبدأ قبل ما نتكلم عن السمنة نتكلم عن مصادر الطاقة اليومية للإنسان، وايه الحاجات اللي هو الإنسان محتاجها يوميا في غذائه اليومي. طبعا أهم مصادر الطاقة عندنا البروتينات. البروتينات دي بتمثل لنا 15% من الاحتياج اليومي من البروتين. طبعا الإنسان بيحتاج جرام من البروتينات يوميا لكل كيلو جرام من وزنه. بمعنى مثلا لو إنسان عندنا وزنه 80 كيلو جرام، فطبعا بيبقى محتاج 80 جرام من البروتينات من في اليوم. البروتينات عندنا طبعا عندنا نوعين من البروتينات، بروتين حيواني وبروتين نباتي. البروتينات الحيوانية موجودة طبعا في الحيوانات زي الأسماك والدواجن واللحوم بأنواع، وطبعا البروتين النباتي طبعا في موجود في النباتات خاصة في البقوليات زي الفول والعدس واللوبيا والبسلة والحلبة، كل البقوليات عموما بتبقى غنية بالبروتينات. البروتين طبعا هو أساسي في عملية تجديد الخلايا في الجسم، كمان هو مهم جدا لبناء الكتلة العضلية. ده بالنسبة للبروتين. البروتينات طبعا هي صحيح مهمه طبعا وضروره للانسان، لكن برضو زيادتها بتسبب مشاكل ونقصها برضو بيسبب مشاكل. طبعا زياده البروتين زي ما احنا عارفين ممكن طبعا بيعمل طبعا نقرس، غير كمان ان نقصها ممكن بيؤدي الى بعض الامراض زي الانيميا والضعف العام والهزل وضعف المناعه. طبعا نسيت اقول كمان ان نقص زياده البروتين بتسبب حمل جامد على الكبد والكليتين، لان هما دول كل الكليتين والكبد من وظيفتهم ان هما الاثنين دول بيخلصوا الجسم من النفايات الناتجه من عمليه تمثيل غذائي للبروتين، وبالتالي زياده البروتين بيسبب عبء وحمل عليهم. لذلك مريض الكبد والكلى دايما بيبقى له كميه من البروتين محدده لازم بنحددها له طبعا وبيحددها له الطبيب المختص بيها. يعني هنتكلم بعد كده عن مصدر غذاء التاني اللي هي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات طبعا بتمثل لي 50 ل 60% من الطاقة اللي بيحتاج الإنسان في اليوم. طبعا الكربوهيدرات زي النشويات والسكريات. النشويات طبعا موجودة زي ما كلنا عارفين في الرز والمكرونة والبطاطس والبطاطا والمخبوزات والمعجونات اللي موجودة. أما السكريات موجودة طبعا في السكر والعسل، والسكريات موجودة طبعا كمان في بعض الفواكه. طبعا نقص النشويات والسكريات بيكون سبب في مشاكل كتير جدا، أهمها طبعا نقص السكر بيعمل لي توتر طبعا عصبي. الحاجة التانية كمان ان نقص السكر بيخلي الكبد طبعا بيعمل حمل عليه، لان طبعا بيضطر ان هو يحول الجلايكوجين الموجود فيه او المخزون فيه اللي هو بيستخدمه كمصدر للطاقة في الوقت الحرج زي ما بنقول، او زي ما بنقول كده بالعربي الاحتياطي يعني، فبيحول الجلايكوجين الى جلوكوز. هنتكلم بعد كده عن المصدر الثالث اللي هو الدهون. الدهون دي طبعا بتمثل لي من 30 ل 35% من الطاقه. طيب وظيفه الدهون ايه؟ الدهون طبعا اولا بتعمل كماده عازله لانها طبعا بتتراكم تحت الجلد، وبالتالي بتعمل للجسم قواقي حراري يعني. الحاجه الثانيه كمان الدهون دي مهمه جدا لانها بتساعد في تثبيت الاعضاء الداخليه، والا طبعا لو الاعضاء دي مش مثبته جوه فاكيد الانسان في حركته العاديه او في الجري او الكلام ده هتلاقي طبعا الاعضاء دي عماله تخبط في بعضها، فطبعا الدهون بتثبت الاعضاء دي خاصه القلب والكليتين. هنتكلم بعد كده عن مصادر الدهون. الدهون عندنا منها نوعين، دهون نباتيه ودهون حيوانيه. الدهون الحيوانيه دي موجوده في الزبده ودهون الحيوانات والاسماك وطبعا الزيوت المستخرجه من الاسماك والحيتان، وموجوده في صفار البيض والمخ والكلاوي. اما الدهون النباتيه فدي موجوده في السمن الصناعي والزيوت المستخرجه من بعض البذور زي بذور الكتان وبذور القطن وعباد الشمس. طيب الشخص بيحتاج قد ايه طبعا كربوهيدرات في اليوم؟ بيحتاج 1 جرام لكل كيلو جرام من وزنه، يعني برضو لو هو وزنه 80 كيلو جرام فهو محتاج 80 جرام يومي من الدهون. هنتكلم بعد كده عن الزياده والنقص. زياده الدهون تعمل لي طبعا مشاكل كتير، من اهمها طبعا تصلب الشرايين،
طبعا صلب الشرايين بدوره بيعمل ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في ضغط الدم بدوره بيعمل لي بعد كده بيخلي الانسان عرضه اكتر للازمات القلبيه والسكتات الدماغيه. الحاجه اللي بعد كده كمان ان زياده الدهون دي بتعمل اجهاد للكبد لان بيتراكم على الكبد وبيعمل كسل طبعا فيما يسمى بالكبد الدهني، ومعظم تقريبا الشعب المصري بيعاني من عمليه الكبد الدهني يعني. نتكلم بعد كده من برضو مصدر من المصادر الأساسية في الطاقة اللي هي الفيتامينات والمعادن. الفيتامينات والمعادن مهمة جدا لأنها بتساعد الإنزيمات في أن هي تقوم بدورها في العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان والتفاعلات الكيميائية. طبعا من أهم أو مصدر للفيتامينات والمعادن هي الخضروات والفاكهة لأنها غنية جدا بيهم يعني، والألبان طبعا والجبن والزيوت المستخرجة من الأسماك والحيتان، دي اهم المصادر الفيتامينات والمعادن. طبعا المعادن كتير جدا زي الكالسيوم زي الفوسفور زي البوتاسيوم زي الصوديوم. طبعا نقص المعادن دي بيسبب مشاكل كتير جدا، وزي ما كلنا عارفين مثلا زي نقص عنصر مهم جدا زي الكالسيوم ممكن يكون سبب في هشاشه العظام وطبعا خلل في الاسنان وامراض المفاصل، كل ده طبعا سبب نقص الكالسيوم، ده غير كمان شد العضلي طبعا تيجي نقص الكالسيوم. نتكلم بعد كده نشوف بس مع حضرتك التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. طبعا الفيديو اللي حضراتكم شايفينه طبعا ده بنعصره تقريبا كل يوم يعني، معظم الرجاله طبعا متضايقين من السيدات طبعا، وطبعا السيده تبقى ماشيه على النظام وتقول لك والله ماشيه على النظام وما خلفتوش وزي ما مكتوب والكلام ده، وتيجي تطلع على الميزان ما تلاقيش خسه فتقول لك ده الميزان بايظ، ده طبعا في الاخر العيب من الميزان يعني مش العيب من النظام يعني. نتكلم بعد كده عن مصدر برضو من المصادر الرئيسية برضو للطاقة، يعتبر من المصادر المهمة جدا اللي هي السوائل خاصة المية اللي بتمثل لي 60% من جسم الإنسان. المية طبعا يعني ربنا بيقول واجعلنا من الماء كل شيء حي، ده طبعا احنا اتكلمنا بصورة موجزة عن مصادر الطاقة اللي بيحتاجها الإنسان، ونقول تاني البروتينات الكربوهيدرات الدهون المعادن والفيتامينات السوائل. ده طبعا خلى منظمه الصحه العالميه تنزل لنا حاجه اسمها الهرم الغذائي. الهرم الغذائي ده اللي بيرسم لنا صوره مصغره عن احتياجات الانسان من الحاجات دي في اليوم. فطبعا الهرم عباره عن مقسم لي الى اربع اجزاء اربع درجات. الدرجه الاولى اللي هي القاعده بتاعته دي عباره عن النشويات، بنطلع بعد كده في القاعده اللي هي اصغر اللي هي الخضروات والفاكهه، نطلع بعد كده للي فوقها بنلاقي الالبان والجبن واللحوم، اخر حاجه خالص او اقل حاجه الانسان بيحتاجها في اليوم اللي هي الدهون. طالما اتكلمنا طبعا عن مصادر الطاقه ومن متطلبات الانسان اليوميه من الطاقه، لازم نتكلم ازاي نحدد الطاقه اليومي او معدل الطاقه اليومي للانسان. طبعا معدل الطاقه اليومي للانسان او معدل السعرات زي ما بنقول بيتحدد على حسب حاجات كتير جدا، اولها النشاط البدني بتاعه، البيئه اللي هو عايش فيها، هل هو في امراض مصاحبه ولا لا، هل هو في حمل او رضاعه، كل الحاجات دي على اساسها بقدر احدد الشخص ده محتاج قد ايه في اليوم. طبعا في الرضاعه بنزود حوالي 500 سعر عن متطلبات الانسان اليومي. طب احسبها ازاي؟ المفروض ان الطبيعي او في المتوسط بنضرب 24، يعني كل كيلو جرام من الجسم محتاج 24 كالوري في اليوم. يعني بمعنى صح لو واحد وزنه 80 كيلو هضرب ال 80 في 24 هيطلع لي الناتج في النهاية اللي هو معدل احتياج الإنسان من الطاقة أو من السعرات في اليوم ده. وزي ما قلنا إن السعرات بتختلف حسب النشاط البدني، يعني أنا مش هدي احتياج واحد يعني مهنته راكدة أو مثلا قاعد أو كلام ده زي واحد مثلا رياضي زي واحد متحرك مثلا، يعني الطالب اللي بيروح دروس وبيروح مدارس والكلام ده ما بنضربش في 24 بنضرب في 30. مثلا لو واحد نشاطه زايد شويه رياضي بنضرب في 35، الرياضه عنيفه شويه ممكن نضرب في 40، ومن هنا ممكن نطلع الاحتياج اليومي من السعرات الحراريه. كده بقى خلاص نقدر ندخل في موضوعنا اللي هو السمنه. السمنه طبعا يعتبر مرض العصر، وفي تعريف السمنه هنقول ان السمنه هي زياده الوزن عن الحد الطبيعي نتيجه خلل في الطاقه الداخله اللي هي الطعام والطاقه المستهلكه. طبعا الطاقه المستهلكه اللي هو النشاط. ماشي، اسباب السمنه ايه؟ اسباب السمنه اول حاجه دي سببها اللي هي العادات السيئه اللي هو طبعا اللايف ستايل. معظمنا طبعا عندنا عادات غذائيه سيئه جدا، في اول حاجه طبعا عدم الانتظام في
الوجبات، ما عندناش مواعيد ثابته للوجبات، ممكن ناكل مثلا بالليل ووجبات تقيله وننام. بقى عندنا طبعا ما فيش ممارسه رياضه، ما فيش اي نشاط رياضي تقريبا يذكر للانسان بيعمله في اليوم، وده كان سبب طبعا في زياده السمنه وزياده معدلات السمنه. يعني في اخر احصائيه تقريبا 75% من سيدات مصر اللي هم ما عدوش سن 30 سنه بيعانوا من السمنه، وطبعا بامراضها كلها. الحاجه اللي بعد كده عايزين نقول كمان ان مش بس السلوك بس ده في عدم الانتظام في الوجبات والكلام ده، كمان انتشر جدا موضوع الجانك فود او الوجبات السريعه، ودي طبعا بتعتبر مليئه بالدهون المشبعه، ده غير انها كمان عاليه سعرات جدا. يعني كان في مؤتمر من حوالي شهرين كان بيتكلم عن الوجبات السريعه دي، فكان مثلا من ضمن المطاعم المشهوره جدا كانت الوجبه الفرديه تتجاوز ال 3000 سعر في اليوم، يعني وجبه بتعدي فيها احتياجك اليومي من السعرات. طب انا لما اخد يعني اخد 3000 سعر في وجبه واحده، طيب فيما بعد هعمل ايه؟ هاكل ايه في اليوم ده؟ فطبعا الوجبات السريعه تعتبر خطر جدا بيهدد الانسان، ولازم الانسان طبعا يحد منها. هنتكلم بعد كده اسباب السمنه، من اسبابها برضو الاسباب الوراثيه. الاب او الام في تاريخ وراثي ان هم عندهم بدانه. هنتكلم بعد كده في عوامل مرضيه. العوامل المرضيه دي مثلا زي الامراض الخاصه بالغده الدرقيه، نقص هرمون الثيروكسين، نقص هرمون الثيروكسين ده يسبب زياده الوزن. في امراض كمان زي الامراض النفسيه، لان طبعا المريض النفسي بيتعاطى بعض الادويه بتكون سبب في زياده الوزن. برضو بعض الادويه اللي هي وسائل منع الحمل بتسبب برضو زياده نسبه الميه في الجسم، فبالتالي بتؤدي لزياده الوزن. اهم برضو من العوامل اللي موجوده بننساها دايما اللي هي العوامل النفسيه، الاكتئاب. بتلاقي طبعا ست البيت مكتئبه بتاكل، فرحانه بتاكل، ما عندهاش وسط، هي الحاله النفسيه عندها بتاكل في كل الاحوال، ما فيش اي حلول بالنسبه لها. يعني حتى في اخر يعني احصائيه قالوا طبعا ان في علاقه وتيده جدا بين السمنه والاكتئاب، لان طبعا الشخص السمين نظرات الناس ليه في الشارع، نظرات جوزها ليها في الشارع بتكون سبب في اكتئابها، فبتبقى في حيره ما بين امرين، ان هي مش عارفه تبعد عن الاكل، وفي نفس الوقت هي مش عاجبها منظرها وشكلها ولبسها في وسط الناس. هنتكلم بعد كده عن السمنه. السمنه بنقسمها لسمنه سمنه مركزيه علويه وسمنه طرفيه. السمنه العلويه المركزيه اللي هي السمنه اللي موجوده في الرجاله، اللي هي زي ما بنقول شكل التفاح، بيبقى الراجل رفيع من تحت لكن مليان طبعا من فوق، ودي في منتهى الخطوره لانها بتسبب امراض السكر والضغط، وبتكون زي ما قلنا بتعمل دهون على الكبد وارتفاع في الكوليسترول. اما بالنسبه طبعا للسيدات اللي هي سمنه الكمثرى، بتبقى طبعا تخينه من تحت منطقه الارداف وتطلع فوق رفيعه، دي برضو بتكون سبب وبتسبب لها طبعا مشاكل بعد كده، خاصة كمان في آلام المفاصل اللي معظم السيدات مصر بيشتكوا منها. درجات السمنة بقى ازاي اعرف درجات السمنة؟ عشان اعرف ازاي احدد السمنة لازم اعرف حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم ده انا بقسم فيه، كانوا زمان يقولوا لنا لا انت طولك 170 المفروض وزنك 70 كيلو، لكن طبعا ده يعتبر عالي جدا من الصح. المفروض ان انا بقسم وزني بالكيلومتر على طولي بالمتر المربع تربيع، يعني مثلا لو واحد وزنه طوله 170 سنتي ووزنه 80 كيلو، هقسم 80 على 1.7 في 1.7، هتطلع لي نسبة. النسبة دي المفروض تطلع من 18 ل 25%، من 18 ل 25% ده الشخص النورمال اللي هو الطبيعي. اقل من 18% بيعتبر شخص نحيف. من 25% ل 30% مش بنسميه سمنة، بنسميه زيادة في الوزن. من 30 ل 35% بنسميها سمنه درجه اولى، من 35% ل 40% بنسميها سمنه درجه ثانيه، اكتر من 40% بنسميها سمنه مفرطه. برضه من مقاييس السمنه، يعني مش مقاييس السمنه بس الوزن، مقاييس السمنه برضه تطور الامر، قال لك لا ده يعني موضوع معدل كتله الجسم ده مش عادل، لانه اولا هو لا يطبق الا على الاشخاص البالغين فقط، يعني لا يطبق على الاطفال. الحاجه الثانيه كمان الوزن، اصلا وزن الانسان هو عباره عن ميه ودهون وعضلات وعظم، فمش كله دهون، يعني 80 كيلو ده وزن الانسان دول مش كلهم دهون، وبالتالي فانا اظلمه مثلا، انا ممكن اجيب شخص مثلا طوله 170 سنتي ووزنه 80 كيلو، واجيب شخص تاني برضه 170 سنتي ووزن 80 كيلو، ولكن ده طبعا يبان اضخم من التاني. ليه؟ لان طبعا ده عنده نسبه الدهون اعلى من نسبه الدهون اللي عند التاني، ممكن يكون التاني عنده عضلات فوزن معاه، ممكن يكون جسمه فيه ميه، فبداوا يلجأوا لحاجه تانيه اللي هو ايه؟ محيط الحوض والخصر. دي بنعملها ازاي؟ المفروض ان احنا بنقسم محيط الخصر على الحوض، يعني بنقيس الحوض بمازوره ونقيس برضو نفس الكلام الـ 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 الخصر بمازوره، وبقسم الخصر على الحوض. المفروض في الرجاله يطلع اقل من واحد، في السيدات بيطلع اقل من 8 من 10، اكتر من كده
نعرف ان احنا نبدا ندخل في مشاكل. بل تطور الامر بعد كده مش بس ان هم قالوا ان احنا نقسم الخصر على الحوض، قال لك لا، طب ما احنا لازم نقسم الجسم ده زي ما انا قلت لكم قبل كده ان احنا نقسمه لدهون وميه وعضلات. فبدات الموازين الجديده والسكيلز كلها الجديده اللي هي الالكترونيه بتشتغل على كده، بقسم للجسم ده قد ايه ميه، قد ايه دهون، قد ايه عضلات، قد ايه عظم، وابدا بعد كده انا اقرر واشوف النسب الطبيعيه والنسب الغير طبيعيه. اقدر اقول الشخص ده والله عنده ميه زايده، الشخص ده عنده دهون زايده، الشخص ده لا، تركيبه جسمه البنيانيه او العظميه هي اصلا مليانه. لذلك بعض الناس مثلا ممكن يكون مليان يقول لي والله دكتور انا مشيت على نظام اكل وما بخسش وبقالي شهرين مفيش نزول. لما بنيجي احنا بعد كده نقيس الكتله العضليه بتاعته ونقيس الكتله العظميه بتاعته بنلاقيها زايده. فطبعا ده عشان يبقى في نزول هيبقى نزول بطيء جدا. ده بالنسبه كده لمقاييس السمنه زي ما قلت لكم. هنتكلم بعد كده عن مخاطرها. طبعا كلنا نعرف مخاطر السمنه، يعني اولها العقم طبعا، وده طبعا بقى حاجه منتشره جدا اليومين دول في مصر بالذات، لان طبعا معظم السيدات البنينات بيتاخروا في الانجاب. حتى بيعملوا مثلا يعملوا اطفال انابيب، يعملوا حقن مجهري، ياخدوا منشطات، في الاخر برضو ما بيحصلش حمل غير لما بيحصل نزول في الوزن، لان طبعا الدهون دي بتعمل كسل في المبايض. فلازم طبعا نزول الوزن طبعا بيعمل، وعند الرجال نفس الكلام يعني بيعمل ضعف. نشوف التقرير بس الاول وبعدين نرجع لحضراتكم تاني. اتفضل. اتكلمت مع حضراتكم قبل كده وقلت لكم ان السمنه سبب لامراض عصريه كتير جدا. في احنا كنا بندرسها زمان على انها تعتبر من امراض الشيخوخه زي الام المفاصل وارتفاع ضغط الدم والسكر وارتفاع الكوليسترول. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين شاب صغير جدا وطبعا بيعاني من كل الامراض دي. الحاجه الثانيه كمان عنده مشكله نفسيه كمان في مواجهه الناس، وعنده مشكله كمان في ان هو مش عارف يختار لبسه زي ما حضراتكم شايفين. هنرجع نتكلم بقى تاني عن مخاطر السمنه، واتكلمنا طبعا عن العقم، طبعا امراض القلب والرئه، طبعا الكوليسترول زي ما قلنا الكوليسترول ده في منتهى الخطوره ان بيعمل طبعا تصلب في الشرايين، وتصلب الشرايين ده بيعمل ارتفاع في ضغط الدم. الارتفاع في ضغط الدم ده بيؤدي الى ازمات قلبيه، وممكن يؤدي كمان لا قدر الله الى سكتات دماغيه. ده غير طبعا السكر وارتفاع ضغط الدم، وغير كمان الام المفاصل اللي تقريبا الشعب المصري كله بيعاني منها، اللي احنا كنا بنشوفها اصلا في الخمسينات والستينات، اصبحت دلوقتي شباب وبنات صغيرين جدا في سن ال 20 وال 30 سنه بيعانوا من الام المفاصل والام العمود الفقري. طيب زي ما طالما اتكلمنا عن السمنه وكلمنا عن اسبابها وطرق تحديدها وقياسها، هنتكلم برضو عن طرق علاجها. طرق علاجها طبعا حاجه مهمه جدا الناس بتنساها، اللي هو تغيير اسلوب الحياه. تغيير اسلوب الحياه طبعا من الحاجات المهمه جدا. اولا زي ما احنا قلنا ان اولا بنلجا للاطعمه والوجبات السريعه، بعدم انتظام في الوجبات. دلوقتي ما بقاش في خروج، يعني التلفزيون دلوقتي وانا قاعد في السرير بقلب بالريموت بجيب دي حيوانات، دي مباريات، هنا في مسلسلات، هنا في افلام، ما بقتش اخرج اروح نوادي، اروح حدائق. التليفون طبعا وانا قاعد باتصل باصحابي واكلمهم اطمن عليهم اطمن على قرايبي، ما بقتش اخرج وازور واود، فبالتالي ما بقاش في حركه اصلا. طالع طبعا هطلع سلم بطلع بالاسانسير، فتقريبا الانسان ما بيبذلش اي مجهود يذكر. وغير طبعا انتشار الموتوسيكلات والتكاتك طبعا في جمهوريه مصر العربيه، ما بقاش في حتى لو في مشوار حتى صغير اكيد بيحتاج حاجه زي كده عشان يروح بيها. فقلنا اول حاجه تغيير نمط الحياه، وعلى فكره تغيير نمط الحياه ده من الحاجات الاساسيه اللي لازم الانسان يتعلمها. يعني اللي جاي يعمل ريجيم مش جاي عشان يخس بس، انا بقول له رقم واحد في الريجيم انك تتعلم ازاي تغير اسلوب حياتك، والا لما تنزل هترجع تاني لو ما حافظتش على العادات الغذائيه الصحيه اللي احنا اتعلمناها مع بعض. الحاجه الثانيه كمان عايز انبه حضراتكم لحاجه مهمه جدا، اولياء الامور. اولياء الامور لهم دور مهم جدا في ان انا ازاي اربي اولادي على السلوك والعادات الغذائيه السليمه، لان طبعا الاولاد بيقلدوا طبعا الابناء بيقلدوا الاولاد في كل حاجه، وخاصه كمان انتشار سمنه الاطفال اللي تعتبر في منتهى الخطوره، ان طبعا الطفل دلوقتي بقى يعتمد على الشيبسيهات والكاتيهات والحاجات طبعا اللي بره، وكمان مفيش حركه، يعني كل شغل على اللاب والتاب والجيمز والكلام ده وهو قاعد. فطبعا عشان كده انتشر طبعا السمنه وما تبعها طبعا من انحناءات في العمود الفقري وتقوصات في العظام زي ما بنشوف عند معظم الاطفال الصغيره. يبقى احنا اتكلمنا اول حاجه في علاج السمنه، قلنا اسلوب الحياه لازم يتغير. هنتكلم بعد كده ان انا لازم اخد نظام غذائي منخفض السعرات، وباكد قوي على موضوع منخفض السعرات، لان الناس فاهمه غلط. الناس فاهمه ان الرجيم ان انا احرم نفسي وما اكلش وامشي على انظمه كيميائيه واجيب نظام من على النت وكل الكلام ده. انا عايز اقول ان الرجيم عامل زي البصمه،
يعني ايه زي البصمه؟ يعني كل واحد له نظام غذائي معين، وكل واحد له تركيبه جسمانيه مختلفه عن التاني، وله كيمياء مختلفه عن التاني، فبالتالي النظام اللي خده محمد غير اللي هياخده احمد، غير اللي هتاخده غير اللي هياخده عبد السميع، اي حد. فطبعا المشكله كلها في ان الناس بدات تعتمد على انظمه النت والكلام ده، ودي بيكون سبب في منتهى الخطوره. الحاجه الثانيه كمان بيلجأوا كمان للانظمه الكيميائيه، الانظمه الكيميائيه دي بتعتمد على نوع واحد بس من الطعام. احنا اتفقنا في الاول خالص ان الانسان محتاج بروتين، محتاج كربوهيدرات، محتاج دهون، حتى في الرجيم لازم نديله الحاجات دي، ما ينفعش ان انا امنعها عنه خالص. يعني المفروض النظام الغذائي لا يقل باي حال عن الاحوال عن 1000 سعر في اليوم، انما الانظمه الكيميائيه قد تصل الى فيما اقل من 800 سعر في اليوم، ودي في منتهى الخطوره لسببين. اولا طبعا بتسبب هزل وضعف عام في الجسم، ثانيا بتعمل انيميا، ثالثا بيكون سبب في وجود ترهلات للشخص البدين، لما بيخس بسرعه بيحصل ترهلات طبعا في الجلد زي ما كلنا عارفين. فعشان كده طبعا لازم يتجنب نزول الوزن السريع. الحاجه اللي بعد كده ان النزول السريع بيرجع تاني بسرعه، والاهم من ده كله طبعا ان الجسم لما بيفتقد لحاجات معينه او عناصر غذائيه معينه زي الكربوهيدرات والفات، واعتمد بقى على الخضار بس والفاكهه بس، وقول ده رجيم موز وده رجيم محشي وده رجيم شوكولاته، بيعتمد على نوع واحد من الاكل، لما باجي اديله اي نوع طعام تاني حتى لو كان بكميات قليله فهو بياخده طبعا بيختزنه في الجسم على هيئه دهون. وبالتالي ممكن يقول لك مثلا انا خسيت في الاسبوع 7 كيلو ولما ضربت الرجيم يومين زدت 4 كيلو، فطبعا لازم اكون زياده سريعه. هنتكلم بعد كده على زياده النشاط الرياضي. طبعا لازم، طبعا احنا قلنا اضعف الايمان مش هنقول ان احنا لازم نروح جيم وان احنا نلعب رياضه وان احنا نجري والكلام ده، احنا بنتكلم حتى بنكلم ست البيت على الحاجات اللي ممكن حتى تعملها في البيت، زي مثلا تمارين الايروبكس، زي مثلا الجري في المكان، زي مثلا نط الحبل، زي طلوع السلم مثلا ونزوله، المشي حتى لو كل يوم لو مشينا بس نص ساعه ده كافي جدا انه يكون سبب في نزول الوزن. اخر حاجه طبعا في علاج السمنه هي الجراحه، زي عمليات تدبيس المعده وزي عمليات تكميم المعده وزي عمليات شفط الدهون، والعمليات دي كلها بنستخدمها في علاج السمنه. لكن المشكله ان الشخص بيفتكر ان الجراحه هي الحل الامثل والحل النهائي والحل السريع اللي هيخلصوا من موضوع السمنه ده، ودي طبعا حاجه مش كويسه، لان احنا قلنا هي الاعتماد في علاج السمنه على تغيير نمط واسلوب الحياه بتاعنا. لو ما غيرناش النمط ده، يعني بمعنى صح لو انا عملت عمليه ورحت شفطت دهون ورجعت اكل زي ما باكل بنفس العادات الخاطئه اللي انا كنت ماشي عليها قبل كده، هرجع برده تاني حتى لو انا كنت عامل جراحه. خليني مثلا عامل تدبيس معده او تكميم معده، هي ايه فكرتهم؟ ان انا بقلل حجم المعده. المعده اصلا تعتبر من فيها انسجه مرنه، يعني قابضه للانقباض والانبساط. فانا صغرت حجم المعده، جيت كلت برضه بنفس الكميات اللي كنت باكل بيها قبل كده وضغطت عليها تاني، فبالتالي هتكبر تاني. عشان كده بعض الناس يقول لك انا عملت تدبيس معده وما نجحتش، ده غير طبعا مخاطر الجراحه اللي كلنا عارفينها. لذلك معظم الاعلانات في التلفزيون دلوقتي بتشتغل على حاجتين. دايما العيان جاي العياده يقول لي انا عايز اخس من غير ما اعمل حاجتين، من غير ما تقول لي ما تاكلش ومن غير ما تقول لي اعمل رياضه. ودي طبعا معادله صعبه جدا، استحاله طبعا ان هي تتحل، لان الاثنين بيكملوا بعض. فطبعا معظم الناس دلوقتي تقول لك لا داعي للانظمه القاسيه ولا داعي للرياضه ولا داعي للمجهود البدني الشاق، وخد الكبسول ده وانت هتخس في الشهر 50 كيلو وهتخس في الشهر 10 كيلو. اولا ما فيش حاجه اسمها تخسيس 10 كيلو و5 كيلو في الشهر و6 كيلو في الشهر، لان زي ما قلنا ان كل جسم له كميته وله تركيبه الجسماني المختلف عن التاني، فما اقدرش ان انا احط معايير ثابته واقول والله النظام ده ينزلك 5، النظام ده ينزل ده 7. الانظمه طبعا لازم تختلف، وقلنا زي البصمه حتى في دلوقتي التخسيس عن طريق فصائل الدم. اخر حاجه عايز اختم بيها البرنامج، عايز اقول اولا نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. الحاجه الثانيه ربنا بيقول في القران بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حسب ابن ادم لقيمات، مش لقمه، لقيمات، وان كان لابد، يعني لو خلاص بقى انا عايز اكل بقى واملى بطني ومش عارف ايه، فصلت من طعامه وصلت من شرابه وصلت من نفسه. اتشرفت بحضراتكم معانا، وان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله مع بعض.
للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.صحة.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/الصحة channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحة TV، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحة TV.